أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مفاوضات إعادة الانتشار في الحديدة وماذا يمكن أن تقدمه الاجتماعات على متن السفينة الأممية. شدد الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة على ضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار، معترضا على ما سمي بالانسحاب الأحادي لميليشيا الحوثي من المدينة. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للجنة إعادة الانتشار في الحديدة بين وفدي الحكومة وميليشيا الحوثي التي عقدت على متن السفينة الأممية في المياه الدولية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يمكن أن تقدمه مفاوضات خطة إعادة الانتشار في الحديدة؟ وهل سيكون هناك ضمانات للدخول في مرحلة حقيقية من خطة إعادة الانتشار؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. على متن باخرة أممية وفي عرض البحر الأحمر تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة بحضور الفريق الحكومي وممثلي جماعة الحوثي المسلحة. السفينة دريم استأجرتها الأمم المتحدة لتكون أرضاً محايدة تجمع الخصمين ولا يسيطر عليها أي منهم، كتجربة جديدة تضمن حيادية الاجتماعات كما تجد ذلك الأمم المتحدة، لكن مراقبين وجدوا أن العراقيل لا تزال كثيرة فيما يخص إعادة الانتشار في الحديدة بسبب تعنت طرف ميليشيا الحوثي من الانسحاب بشكل حقيقي. الجانب الحكومي طالب بفتح معبر الحديدة وعقد اجتماعات اللجنة بالمدينة بدلاً من عرض البحر، وهو مطلب يثبت أن الحديدة لا تزال تحت سلطة الحوثيين وليس للأمم المتحدة أي وجود على أرض الواقع. الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار شدد أيضاً على ضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار، معترضاً على ما سمي بالانسحاب الأحادي لميليشيا الحوثي من المدينة. مراقبون وجدوا أن مسار مفاوضات إعادة الانتشار في المدينة لن يثمر ما لم يتم تصحيح مسار المرحلة الأولى وفقاً لاتفاق إعادة الانتشار المتمثل بانسحاب ميليشيا الحوثي من مدينة وموانئ الحديدة وإحلال قوات الأمن التي كانت موجودة قبل الانقلاب. مصادر دبلوماسية قالت إنه من المتوقع أن يتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً قريباً بالتمديد لبعثة الأمم المتحدة لمدة 6 أشهر إضافية كمحاولة لتجاوز معوقات تطبيق اتفاق إعادة الانتشار، ويأتي التجديد للبعثة في الوقت الذي لم يشهد فيه الوضع في الحديدة أي تقدم يذكر. مرحلة جديدة إذن من المفاوضات السياسية والبحث عن حلول جذرية لملف الحديدة، الملف الذي تحيطه العديد من العراقيل والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي والضاحة الجليل. أهلا بك سيد الجليل. إذن من خلال متابعتك، ما الجديد الذي أسفرت عنه اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في عرض البحر؟ كنت أبحث سيد في الأخبار عن ما أسفرت عنه الاجتماعات، لم يكن أو لا يبدو أن هناك شيء جديد، ما تزال النقاشات تدور حول نفس النقاط التي انتهت عندها التفاهمات السابقة: إعادة الانتشار، فتح المعابر، وهذه القضايا التي ما تزال تراوح في نفس المكان. الملاحظة الآن أن التطور الجديد والخطير في هذا في هذه التفاهمات أنها تعقد الآن فوق سفينة في عرض البحر بعد أن تعثر انعقادها داخل مدينة الحديدة أو في أي منطقة على الأرض يسيطر عليها أحد الطرفين. تعنت الحوثيين وعنادهم دفع الأمور إلى هذا التعقيد، وأصبحت الآن المشاورات تعقد على في سفينة في عرض البحر، وهذا مؤشر خطير على أن الأمور تتعقد أكثر وأن ما لم يتم الاتفاق عليه خلال 7 أشهر لن يتم الاتفاق عليه في الفترة القادمة. التجديد الآن حدث تجديد حسب ما تابعت الأخبار، أنه حدث تجديد للبعثة الأممية لمدة 6 أشهر، هذا يعني بقاء الأوضاع على ما هي عليه ومراوحتها في نفس المكان، لن يحدث أي جديد وستستمر سنستمر في هذه
الحلقة المفرغة وفي هذه الدائرة التي لا تنتهي من والمتاهات التي لا تؤدي إلى نهاية واضحة أو معلومة. وكان اليوم مارتن جريفيث المبعوث الأممي بدأ زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض من أجل اللقاء بقادة السلطة الشرعية للتفاهم حول جولة جديدة قادمة من المشاورات لاتفاقات أخرى تضاف إلى اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة. هذا يعني أن مارتن جريفيث يدور في نفس الحلقة المفرغة أو ربما في حلقة أخرى أعلى مستوى وفي مستوى أعلى من مستوى ما يدور في مدينة الحديدة، ويريد أن يوصل رسالة إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بأن مهمته تحقق نجاحات وتتقدم. هذا لعب بالوهم وعبث لا يؤدي إلى نتيجة، فقط سيؤدي إلى بقاء الأوضاع كما هي عليه على الأرض، زيادة في نفوذ الحوثيين وتعزيز نفوذهم على الأرض، وفي نفس الوقت تعقد المشكلة أكثر فأكثر. إضافة إلى ذلك سيصبح الوضع القائم في الحديدة إذا لم يتم حسمه إما بحل الأمور العالقة أو بالتحرك العسكري، فإن الأمور في الحديدة ستصبح أمرا واقعا وسيتم التعاطي معها على أنها هكذا لابد أن تستمر وأن تبقى، وسيتم شرعنة وجود الأمم المتحدة كمراقب، وربما في المستقبل يتم إدخال قوات سلام دولية بمعنى أن تصبح الحديدة خارج سيطرة الحكومة اليمنية وخارج السيادة اليمنية بفعل هذا الجمود في المشاورات والتفاهمات والجمود في المواقف أيضا. يعني الآن هناك محاولات يعني هناك مفاوضات، الآن هناك نوع من الحلحلة. دعنا نشك معنا في الحوار سيد الجليل المحلل السياسي أستاذ عبد الهادي العزعزي الذي انضم لنا عبر الهاتف من تعز. إذا سيد عبد الهادي، ما الذي يمكن أن تقدمه مفاوضات خطة إعادة الانتشار في الحديدة هذه المرة؟ يعني هل سيختلف المشهد عن سابقه؟ لا أعتقد أن المشهد سوف يختلف عن سابقه كثيرا، ولن تقدم جديدا سوى أن مجلس الأمن جدد لمدة 6 أشهر وأضاف مراقبين. هذا الاتفاق مكتمل مع محاور أخرى كمحور إطلاق المعتقلين وعلى السياسيين، وأيضا مسألة كما قلت تبادل الأسرى وملفات الرواتب والمواصلات وحيادية البنك وغيرها. الحديدة جزء، والتركيز على الحديدة كان الهدف منه إبقاء جماعة الحوثي تتنفس عبر الشريان البحري بشكل عام، وإبقاء ضغطها على دول التحالف العربي خصوصا المملكة العربية السعودية. هنالك فقدانا للحيادية مع الأسف الشديد، نعتقد أن الحكومة تتجارى بشكل كبير مع المبعوث الأممي ومع الحوثيين خارج السياق نفسه. الحديدة منطقة ملغومة وبشكل كبير، ومنطقة الآن خارج الحياة بشكل عام. الحوثيين يقومون فيها بأعمال مرعبة. الأمم المتحدة كانت عاجزة حتى عن إدانة تقديم 30 معتقل سياسي الإعدام، فبالتالي ما الجديد الذي يملكه غاطس غير مسألة التمديد لعمله وللفريق وللمشاورات، ويحاول بعث ميتا. أصر الحوثيين على موت الحوثيين مرتبطين ببرنامج، هذا البرنامج يدار من إيران بشكل أساسي، وبالتالي متى ما اقتنعت إيران بالعملية قد تدفع العمليات التفاوض إلى مستوى جديد. الانتشار والتفاوض على البحر يعني ذلك أن الأمم المتحدة متواطئة وممثلها متواطئ بشكل كبير مع الحوثيين. يعني يجدر إشارة إلى أنه يعني أشارت مصادر إلى أن الاجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار انتهت قبل قليل دون أي تقدم يذكر سوى اتفاق الطرفين على الآلية التي وضعتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. يتم الحديث أيضا على أن هذه الخطوة لن تتم على الواقع إن لم يسبقها عمليات الانسحاب وإعادة الانتشار والتحقق والمراقبة وما تلاها من مراحل متعلقة بإدارة السلطة المحلية والأمن، لكن هذه الملفات كلها، هذه النقاط الأخيرة كلها لم يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، وأحيلت إلى المبعوث الأممي للبت فيها
والاتفاق مع قيادة الحكومة الشرعية والحوثيين، وبعد ذلك ستستأنف اجتماعات اللجنة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. يعني بالمختصر كما تقول المصادر انتهت اجتماعات اللجنة لكن بقيت الملفات معلقة كما هي. وهذا يعيدني إليك سيد وضاح الجليل، ما هي فرص النجاح لهذه المشاورات كما هو أو الاجتماعات إن صح التعبير؟ نعم، كما هو ملاحظ أن فرص النجاح تكاد تكون منعدمة. ما الذي يمكن أن يتحقق أكثر من ذلك؟ قلت لك سابقا أن دخلنا في الشهر الثامن الآن من عمر اتفاق ستوكهولم ولم ينفذ منه شيء، والآن كما ذكرت كما ورد في التقارير بأن الاجتماع لم يخرج سوى باتفاق حول تعزيز وقف إطلاق النار، وهو البند الوحيد الذي يخدم الحوثيين، وأولا البند الوحيد الذي تم تنفيذه من الاتفاق كامل بالكامل، وهذا البند يصب في صالح الحوثيين ويصب في خانتهم فقط، وتمكنوا من خلال هذا البند من تعزيز قوتهم داخل الحديدة، استحداث ثكنات عسكرية، حفر للخنادق، استخدام تعزيزات من العديد من المحافظات، وهم حاليا يخططون للقيام بعمليات عسكرية لقطع طرق الإمداد بين الجيش الوطني وقواعده في مدينة المخا ومدينة الحديدة. لذلك لا تتوقع أن يحدث أي انفراج أو يحدث أي تقدم. المسألة واضحة وكما يقال الكتاب واضح من عنوانه. ما لم يتحقق في 7 أشهر الماضية لن يتحقق في المستقبل، ولكن سيتم هناك محاولة من قبل أطراف دولية وعبر المبعوث الأممي للإبقاء على هذا الوضع كما هو عليه، تعزيز وجود القوة أو عفوا الفريق الأممي على الأرض لتثبيت الوضع الحاد كما هو، تصبح منطقة أو مدينة الحديدة تحت سيطرة الحوثيين، يستمروا من خلالها بالتنفس والتنفس الاقتصادي واستخدام الأسلحة والحصول على الموارد وإدارة المدينة بطريقتهم، والأهم إدارة الميناء، ومن ثم تستمر الأزمة اليمنية في مكانها دون تقدم، دون حدوث أي انفراج أو حدوث أي تقدم أو رجوح لكفة أي طرف، خصوصا وأن غالبية الجبهات قد تم إيقافها أو تحييدها ولم يحدث تقدم عسكري. طيب بالحديث عن الجبهات سيد الجليل، دعنا نشرك معنا في الحوار الصحفي عبد الحفيظ الحطامي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من مأرب. سيد الحطامي، ما هو الوضع الميداني في الحديدة بحسب اطلاعك؟ نعم أخي الكريم، الوضع هناك تصعيد رغم أن لجنة التنسيق المشتركة تدخل يومها الثاني عندما استأنفت اجتماعاتها بين طرفي الشرعية والميليشيات. القوات المشتركة صدت هجوما عنيفا في غرب مديرية حيس جنوب مدينة الحديدة، ودارت معارك منذ منتصف الليلة الماضية حتى اليوم الاثنين، إضافة إلى قيام ميليشيات الحوثي بقصف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة في شارع 50 وكيلو 7 و10 و12، كل هذه المناطق تقوم الميليشيات بقصفها بقذائف المدفعية وقذائف الهاون، إضافة إلى قصف الميليشيات المناطق السكنية في مركز مديرية التحيتة جنوب الحديدة. هناك ضحايا سقطوا اليوم، معظمهم من الأطفال والنساء والشباب، جرحوا 5 وهناك 3 حالتهم خطيرة في مديرية التحيتة في منطقة المتينة عندما قصفتها الميليشيات بقذائف الهاون والمدفعية في محاولة منها للتقدم صوب قطع خط الفلكي الرئيسي الذي يربط الذي يعتبر خط الإمداد الرئيسي للقوات المشتركة
المرابطة جنوب مدينة الحديدة وأيضا شرقها، وبالتالي هذا التصعيد لم يتأثر صراحة رغم الاجتماعات التي تدور في عرض البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة. للأسف التصعيد لا يزال ماثلا رغم تسريبات أن توصل إلى وقف إطلاق النار، لكن في الواقع لم يتم حتى هذه اللحظة وقف إطلاق النار رغم انتهاء اللقاء اللجنة المشتركة والتي تطرقت قبل قليل إلى هذه النقطة الرئيسية فيما يتعلق بملف الحديدة ووقف إطلاق النار، والذي تبرر لعدم تطبيقه الآلاف من سكان محافظة الحديدة وحتى أيضا قوات الجيش الذي قتل فيها العديد من الجنود والضباط بسبب هذه الهجمات التي تشنها الميليشيات، وخاصة بعد الانسحاب الجزئي لقوات الإمارات والذي أغرت الميليشيات بمحاولة التقدم صوب واقع القوات المشتركة والتي كسرت وتصد هذه الهجمات على امتداد جبهات مدينة الحديدة وأيضا مديريات حيس والدريهمي والتحيتة. طيب بحديثك عن انسحاب قوات الإمارات، أنقل هذه النقطة إلى السيد عبد الهادي العزعزي من تعز. السيد عبد الهادي، يعني عندما تنسحب القوات الإماراتية وهناك حديث عن أسباب كثيرة لهذه الانسحابات، هناك حديث عن حالة من التصعيد الإقليمي التي تشهدها المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، برأيك كيف ستلقي كل هذه النقاط على خطوات تحقيق السلام في اليمن؟ أعتقد يعني هذا الإمارات أعتقد أنه كان مدروسا، وبالنسبة للوضع العسكري في منطقة الساحل لدى الجيش الوطني والقوى الشرعية قوة كبيرة متواجدة عددا يفوق 13 لواء عسكري منتشرة في منطقة الساحل الغربي، وقسما كبيرا منهم ممن كانوا ضمن الجيش اليمني ذوي الخبرة. هذه المسألة لا خوف عليها، لكن هنالك ضغطا في الملف الدولي. الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل كبير على إبقاء الحوثيين وإبقاء هذه الورقة، وبشكل عام تقود هذا الاتجاه فرنسا، تقودها بريطانيا بقرارات أساسية وحتى ألمانيا. هنالك نوعا من التماهي الأمريكي مع الموقف الأوروبي مع ضغطها على إيران. هنا المسألة تختلف في هذا الاتجاه، وتعمل على أن انسحاب الإمارات وفق خطة مدروسة، وهنالك قوة قدرت تدريبها، وهي هذا العمل أيضا ضمن تفاهمات واتفاقات داخل التحالف العربي، ولا أعتقد أنها خطوة منفردة ولا يمكن أن تكون كذلك. هذه عملية منظمة، وهي لا زالت تقدم دعما تدريبيا ولوجستيا لهذه القوات، ولم تقم بحالة تخلي كاملة، هي كانت تخذ انسحابا جزئي. وكلام المسؤولين الإماراتيين كان واضحا في هذا الاتجاه، أي أن لهم دعما لوجستي ولهم علاقات محددة، وبالتالي المسألة هنالك فيتو دولي تمارسه دولا أعضاء في مجلس الأمن على رأس هذه الحربة التي توقف معارك الحديدة أو تربك المشهد بشكل عام، تحاول الحفاظ على الحوثيين بهذه المواقف، هم الاتحاد الأوروبي بدرجة رئيسية. أشكرك سيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بالعودة إليك سيد الجليل، إلى أي مدى يمكن يعني أن تفلح الضمانات إن صح التعبير التي يقدمها المبعوث الأممي ورئيس لجنة المراقبين للشرعية في إحداث نوع من يعني لهذه المشاورات أو لهذه الاجتماعات، في إحداث نوع من الاختراق لمسألة وقف إطلاق النار، إعادة الانتشار وما شابه؟ يا عزيزي، هذه الضمانات لا يمكن أن يتم الالتزام بها، هي فقط مجرد ذر ماد على العيون، محاولة لإلهاء الحكومة أو خداعها ومغالطتها من أجل استمرار المبعوث الأممي جريفيث في مهمته خلال الفترة القادمة. نحن لاحظنا أن جريفيث وبرغم
الأزمة التي حدثت بين الرئيس هادي والأمم المتحدة بسبب مواقفه وانحيازه للحوثيين، لاحظنا أن جريفيث ما زال مستمر بنفس مواقفه السابقة، سواء في إفادته في مجلس الأمن أو حتى في جولته أو جولته السابقة والجديدة من بعد هذه الأزمة، عندما يتحدث عن التخطيط والإعداد لبدء جولة مفاوضات جديدة، هذا يعني أنه ما يزال يقر بأن ما حدث من تمثيلية قام بها الحوثيون للانسحاب من موانئ الحديدة أنها أصبحت أمرا واقعا، وأن هناك تقدم وحدوث اختراق في الأزمة وتنفيذ لبنود اتفاق ستوكهولم. لذلك ما أطلقه جريفيث من وعود أو من ضمانات ليست حقيقية ولا يمكن التعويل عليها. حتى الآن الأمم المتحدة تخشى، إضافة إلى جانب التواطؤ وأنها متواطئة مع الحوثيين أو أنها تسمح بنفوذهم وبقائهم، فإن الأمم المتحدة تتعاطى مع جماعة الحوثي بأنها عصابة منفردة ولا تلتزم بالأعراف والقيم الدبلوماسية، وبالتالي لابد من تقديم المزيد من التنازلات لها، لأن الحزم والشدة معها سيدفعها إلى الانسحاب من كافة الالتزامات ومن كافة الاتفاقات والتفاهمات، وستعود للتمترس في الميدان. أقصد أن هكذا تظن الأمم المتحدة أو هكذا تبرر للحكومة الشرعية، بينما الحقيقة أن جماعة الحوثي محتاجة بشكل شديد للأمم المتحدة بسبب تواطؤها معها، لأن كانت جماعة الحوثي على وشك الهزيمة في محافظة الحديدة، وتدخلت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذها، وبالتالي جماعة الحوثي هي بحاجة للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي لتوفير تلك الحماية، لكن المجتمع الدولي نفسه متواطئ معها بشكل كبير، لا يريد المجتمع الدولي حل الأزمة ولا يريد الوصول إلى حدوث استقرار في اليمن. استمرار الأزمات في دولة مثل اليمن أو في المنطقة عموما يوفر للكثير من القوى الدولية مساحات وفراغات للعبث في هذه المناطق لتوسيع نفوذها فيه، ليوفر لها السوق للسلاح، وأيضا وجود جماعة مثل جماعة الحوثي يوفر فرصة لابتزاز قوى ودول إقليمية لشراء السلاح، لدعوتها للتدخل وكثير من هذه القضايا. لذلك المتوقع أن جريفيث سيستمر في مغالطاته وسيستمر في العبث في هذا الملف، وهو يحاول أن يوحي بأن مهمته تحدث تقدما واختراقا، وكل تصريحاته تصب في هذا الاتجاه. لم يحدث أن تحدث جريفيث عن وجود صعوبات وعراقيل أو أن عن عدم إمكانية تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات، دائما ما يصرح بأن هناك نتائج مبشرة وبأن هناك بأن المستقبل يشير بأن هناك تقدم سيحدث. المرة الوحيدة التي تحدث فيها وكان مستاء من عدم حدوث تقدم في مداخلته الأخيرة في مجلس الأمن، عندما تحدث عن عدم حدوث تقدم في اتفاق تبادل الأسرى، وذلك وكانت هذه إشارة خبيثة يريد من خلالها أن يقول بأن اتفاق الحديدة أو اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة يحقق تقدما وأنه على وشك أن يتم إنجازه بالكامل. كان هذا خبثا واضحا من جريفيث، وأتت هذه المداخلة أو الإفادة بعد الأزمة التي حدثت بين الرئيس هادي والأمم المتحدة بسبب مواقف جريفيث وانحيازه للحوثيين. نعم تفضل. أشكرك إذن سيد وضاح الجليل، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بعودة إليك سيد الحطامي، وبالإشارة إلى هذه المواقف الخاصة من الشرعية وعلاقتها مع الأمم المتحدة، ونحن نقرأ الآن على أخبار يعني إقرار اجتماع مجلس الأمن اليوم بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لمدة 6 أشهر إضافية، ومع الحديث السابق عن عدم وجود كافة أفراد البعثة أو عدم قدرة الأمم المتحدة على إيجاد كافة أفراد البعثة بداخل الحديدة.
برأيك كيف ستكون علاقة المسؤولين الأمميين المبعوث الأممي مع الشرعية خلال الأيام القادمة؟ هل انتهى الخلاف؟ هل سيعاد فتحه؟ كيف تراها؟ كيف تجدها؟ سيد الحطامي؟ سيد الحطامي؟ إذا هناك مشكلة في الاتصال مع السيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي، كان معنا عبر الهاتف المغرب، سنحاول إعادة التواصل معه. أشير مشاهدينا الكرام إلى أنه هناك مصادر تحدثت قبل قليل على انتهاء اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار دون تحقيق أي تقدم يذكر سوى اتفاق الطرفين على الآلية التي وضعتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. هذه الخطوة كما قالت المصادر لن تتم على الواقع إن لم يسبقها عمليات الانسحاب وإعادة الانتشار والتحقق والمراقبة وما تلاها من مراحل متعلقة بإدارة السلطة المحلية والأمن. إذن بحسب تقدير هذه المصادر، هذه الملفات التي لم يتفق عليها الطرفان وأحيلت إلى المبعوث الأممي للبت فيها والاتفاق مع قيادة الحكومة الشرعية والحوثيين، وبعد ذلك ستستأنف اجتماعات اللجنة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. إذن كما تشير هذه المصادر انتهت اجتماعات اللجنة، لكن الملفات بقيت معلقة كما هي، ملفات المتعلقة بإدارة السلطة المحلية والأمن والمراقبة وإعادة الانتشار. بهذا مشاهدينا الكرام إذن نصل لختام هذه الحلقة من زوايا الحدث. شكرا لكم على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.